استقبل اللواء الركن المتقاعد ديب سليمان الحوراني في منزله في لواء بني كنانة في إربد، استقبل أعضاء أكاديمية صرح السلامة الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسهم السفير عبد الله فيشات والعميد الركن المتقاعد عادل الشيحان والمستشار الشيخ وليد الخضير وعدد من أعضاء الأكاديمية. وتهدف الزيارة إلى تكريم هذه القامة الوطنية والعشائرية والعسكرية بدرع فرسان الإنسانية على دورها في خدمة الوطن وقيادة الهاشمية وفي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ورحب الحوراني في ديواني بأعضاء أكاديمي صرح السلامة الدولية لحقوق الإنسان وقال: إن خدمة الوطن شرف لنا نعتز به، وإذا نادى الوطن نقدم أرواحنا من أجله، وهذا الوفاء والانتماء والإخلاص للوطن وقيادته تربينا عليه من الآباء والأجداد، وما تقوم به أكاديمية صرح السلامة الدولية لحقوق الإنسان مصدر اعتزاز لدينا، لأنها تكرم أبناء الوطن وتذكرهم بأنهم في عيون الوطن الذي لا ينسى أبناءه المخلصين. اسمحوا لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب، وأن أقدم لكم الشكر مقدما على ما تقومون به من عمل يقوي أواصر المحبة بين المتقاعد وبلده، بحيث يشعر أنه لا يزال مقدرا على ما قام به من عمل أثناء تشرفه بخدمة وطنه. وقد قلت في ذلك: خدمة وطننا شرف لله، وبدمنا حب الوطن مقرون بحب الله، ولو نادى الوطن يطلب رجاله نقدم أرواحنا بالطيب فدواه. حب الوطن على الأحرار واجب، ما فوقه شرف للإنسان يرجاه. تعلمنا الوفاء والوفاء زينة، واليوم صار الوفاء حلم نتمناه. يدرك معاني الوفاء قايد بلادي، وكثير من أهل الشرف يعرفوا معناه. دعا أهل الوطن وأصدر التوجيه يوم للذكرى الوفي ما ينساه. خطوة عزيزة إلها كل تقدير، ودعوة لربي يحفظه ويرعاه، ويلبي الندى من أهل الطيب فرسان يعملوا الخير لوجه الله في علاه. واليوم عنوانهم تكريم من ضحى للوطن، ترى كلمة شرف للعفيف تكفاه. فعايلكم فيها الوفا والطيب، والأردن وطننا ربنا يحماه. بمناسبة مئوية الدولة وعيد الاستقلال أقول: أردن بلد الإحرار يا وطن غالي، يا أرض أخضر سهلها والجبل عالي. أصبحت وطن الإحرار العرب من بعد ثورتهم، ومضت 100 عام وانت على الأحرار غالي. هدف ثورة الأحرار كان تحرير عربنا وتخليص البلاد من سود الليالي. شريف بالنسب أطلق البارود من أجل الوطن بالموت ما يبالي. الأردن كان من ثمار ثورتهم قبل 100 سنة، والوطن يقول يا عزتي وآمالي. على مدى 100 عام ما حدنا عن الدرب من أجل العرب، هدفنا كان عالدوم عالي. هدف قادتنا حفظ كرامة الإنسان، والوطن يعرف ويقول إنهم خير ترجالي. للعدل والإنصاف يشهد التاريخ بحسين العرب، بفضل الأردن اليوم من الهم خالي. يا أردني مطلوب منك الصبر والبرهان، ربنا بشر الصابرين بالمنزل العالي. قايدنا بيقول إنه يفتخر فينا، ردنا يكون فدواك روحي ومالي. تحية محبة بالخصوص لكل عسكرنا، لأنهم عدوهم موقفهم مثالي. أردن بلدنا مبروك الاستقلال، ترى الوطن ما يغلى علي غالي. أما الراية الهاشمية فأقول فيها: حلوة راية بلدنا بلوانها ومعانيها، بالسبع المثاني ربنا مزينها ومعطيها.
رايتنا تمثل أمة عربنا رب البيت بالإسلام راعيها. سود الوقائع مع خضر المرابع، بيض الصنايع وحمر مواضيها. راية تذكرنا بمعارك أمة الإسلام ضد العدو ما كانت بين محبيها. إلى اللي ما يعرف ربيع بلدنا وحلاوة بلدنا بحواضرها وماضيها، وإلى اللي ما يعرف طيب الأعمال يقرأ تاريخ العرب أيام عزها وماضيها. كانت الخيل والسيف رمز قوتنا، واليوم عندنا مدافع محملة على جنزيرها. لكن ما ينفعنا سيف ولا رشاش إلا إذا أعطينا القوس باريها. يا أردني حب راية وطننا وادعوا الله رمز للعز يبقيها، وحامل الراية قايد بلدنا تسلم اليد والرب يحفظها ويبقيها. وأهلا وسهلا فيكم. بدوره قال السفير عبد الله الفيشات من أكاديمية صرح السلامة الدولية لحقوق الإنسان: إننا سعداء بأن نكرم قامة وطنية وعشائرية وعسكرية لها بصمات في خدمة الوطن والقيادة الهاشمية الحكيمة من خلال ما تقلد من مناصب عسكرية في مواقع مهمة، وهذا الدرع هو تكريم لمسيرة قائد عسكري تاريخه مشرف في خدمة الوطن وفي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. شرف إلي كبير أني أكون جالس أمام أو بجانب قامة أردنية عشائرية وعسكرية من الدرجة الأولى، اللواء الركن المتقاعد ذيب سليمان الحوراني، وفي ديوان اللواء الركن وبين أقاربه وأهله وعزوته وبمعية أخواننا اللي يجوا من المحافظات كلها لأجل مشاهدة هذه القامة الطيبة. وأشكر الدكتور العميد المتقاعد عادل الشحان العجارمة على الكلمة الطيبة اللي ألقاها وإحنا حكاها بالنيابة عن الأكاديمية، فإحنا فخورين جدا إن نكون أمامك اليوم، وفخورين جدا إنه نصل لهذه القامة العسكرية. ولولا الجهد اللي أنت قدمته واللي أنت بذلته من أجل خدمة الوطن وقائد الوطن ما وصلنا لك، لكن الحمد لله رب العالمين كان دورنا وشعارنا بأكاديمية صرح السلامة. وتستمر المسيرة الشعار اللي أطلقه جلالة الملك عبد الله الثاني، وتستمر بأمن وأمان وبوجود القامات والمخلصين الشرفاء من أبناء الوطن. كنا عاهدنا أنفسنا وعاهدنا الله أنه رح نصل ونكرم كل الرجال اللي يستحقوا التكريم، وأنت من القامات الأردنية اللي تستحق التكريم. هذا شرف إن اليوم إحنا أن نكون مع رجالات الأردن وبمعية أخواننا من الشمال والجنوب أن نكرمك بدرع فرسان الإنسانية من أكاديمية صرح السلامة على جهودك وخدمتك للوطن ولقائد الوطن. وإحنا اليوم يعني عاجزين عن الحديث، ولكن الدكتور عادل الشحان العجارمة العميد عادل الشحان العجارمة يعني أعطى شيء بسيط عن الخدمة اللي أنت قدمتها، ولكن لضيق الوقت زي ما تحدث والإمكانيات الموجودة معنا حكينا الحكي هذا، لكن إذا جينا نلخص أعمالك وخدمتك بالفترة اللي أنت خدمتها بالوطن بدنا مجلدات وكتب حسب ما سمعنا عنك. شاكرين لك حسن الاستقبال ولأهلك وقرائبك حسن الاستقبال واللقاء الطيب، وهذه فرصة إنا وإن شاء الله رايحين نظلي ومن خلالكم رايحين متواصلين مع جميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين وكل الشرفاء، ورايحين دائما نكرم الإنجازات واللي قدموا الإنجازات للوطن واللي شاركوا مع أهلنا بالوطن، يشاركوا المناسبات الوطنية اللي تخص الوطن وقائد الوطن. شكرا لكم مرة ثانية، وإحنا فخورين جدا إن نقف معك، فخورين جدا إن الآن جالسين بجانبك. وقدم العميد الركن المتقاعد عادل الشيحان العجار ما نبذ عن سيرة اللواء الركن المتقاعد ذيب سليمان الحوراني، وقال: هذا قائدي في كلية الأركان، وأنا سعيد أن أقف أمامه لأتذكر محطات مضيئة من حياتي الحافل بالعطاء والإنجاز، ويستحق أن نأتي إليه في بيت العامر لنكرمه على هذه السيرة الحافلة بالإنجازات من رجل أخلص لهذا الوطن وقيادة الهاشمية الحكيمة. وقف أمام قامة أردنية عظيمة قدمت الوطن الكثير من الأعمال والإنجازات، نقف أمام رمز من رموز الوطن والقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي المصطفوي. إنه يا سادة وكل فخر واعتزاز عطوفة اللواء الركن المتقاعد ذيب سليمان الحوراني المحترم.
هذا الإنسان العصامي الذي بنى نفسه بنفسه من خلال عمله في القوات المسلحة الأردنية وفي الحكومة لاحقا، وما تميز به من علم وكفاءة واقتدار ورجولة يتمتع بها، والأهم من ذلك إخلاصه إلى وطنه ولقواته المسلحة ولجلالة سيدنا حفظه الله ورعاه. الحضور الكرام، اسمحوا لي ونحن متواجدين في محافظة إربد عروس الشمال، هذه المحافظة العريقة الغالية على كل الأردنيين على قلوبنا جميعا، في لواء بني كنانة الأشم وفي بلدة السيلية مسقط رأس معز بن الغانم، في بيت العز والكرم أمام هذه القامة الأردنية الأبية، أن أضع أمامكم السيرة الذاتية لعطوفة الباشا. خدم في القوات المسلحة، دخل الخدمة في عام 1960 وتحيل على التقاعد عام 1990 برتبة لواء ركن. استلم من قائد فصيل وحتى وصل حتى قائد لواء، وظائف الأركان ركن استخبارات وعمليات لواء، ركن أول عمليات وامداد وقوة بشرية، ورئيس شعبة عمليات في فرقة مدرعة، بس الثالثة والخامسة يا باشا ما نعرف، خامسة. وظائف القيادة في القيادة العامة الأركان، استلم ثلاث مديريات رئيسيات اللي هي مديرية الأمن العسكري، مديرية العمليات الحربية، ومديرية سلاح الدروع. نادر ما يستلم من شخص ثلاث مناصب الحساسة هاي. وظائف تعليم وتدريب في مدرسة المدفعية، آمر جناح التعبية في مدرسة الدروع، معلم وآمر لكلية الأركان لمدة سنوات. لما أقول كلية القيادة والأركان يستلمها شخص لمدة 6 سنوات، نوقف هون ونعد للعشرة. لو مش كفل الموقع هذا ما استمر 6 سنوات ورايح يكون في مواقع ثانية إن شاء الله. وظائف خاصة، سكرتير عسكري لسمو ولي العهد، قائد وحدة الأمن والحماية الخاصة لمدة 6 سنوات وعلى فترتين، وكل فترة بظرف معين حضر، بظرف معين حضر يأتي لاحقا إن شاء الله. سكرتير لسمو الأمير علي بن الحسين، محافظ في وزارة الداخلية في محافظة البلقاء، دخل الدورات اللي تم ضابط الدروع كامل الداخلية، ودخل دورات خارجية تأسيسية في الولايات المتحدة، دروع متقدمة في باكستان، قيادة وأركان في المملكة المتحدة، ودورة الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا اختزلت معظم الشغلات بس مشانه. هنالك العديد من المحطات المهمة خلال فترة خدمة عطوفة الباشا بالقوات المسلحة أو كمحافظ لابد من الإشارة لها وبشكل موجز ومن أهمها. استلم وحدة من الحماية الخاصة عام 74 لمدة 4 سنوات بظروف خاصة جدا وبأمر من جلالة المغفور له الملك حسين طيب الله ثراه، على أثر حدث معين بوحدة الحماية. خلال فترة استلام الوحدة هاي أحبط 7 محاولات اختطاف للطائرات الأردنية. عام 77 قاد عملية رحلة خاصة انتحارية لموقع معين لإنقاذ 50 مواطن أردني في مكان معين، كلف هو شخصيا بأن يضع أحد ضباط القوات المسلحة قادة للعملية. وهنا بدي الناس ينتبهون النقطة هاي، آثر على نفسه بدل ما يضع واحد أخفى المعلومة عن كل الناس وقاد العملية الصبح لحاله مباشرة، غادر بطيارة لموقع ما بدون ذكر تفاصيل مع فريق، أنجز المهمة، رجع 50 مواطن سالمين غانمين. فوجئ القائد العام للقوات المسلحة لما طلبوا مين الضابط دكرمه انه يقول أنا اللي قلت العملية. تخيلوا كيف أنت لما الرجل الأول كان جوابه أني أنا ما ودي عيال الناس، أنا اللي أروح معاهم وأنا أحرر الناس. شيء عظيم، لازم الجيال هاي تعرفوا شو اللي قدمه. عام 83 كان مسلم مديرية الأمن العسكري، استطاع بحنكته الأمنية انه يتوصل لمجموعة معينة كانت تهدد امن البلد وامن الوطن العربي، واستطاع انه يحصل عليهم ويجيبهم ويستلمهم الجهات المعنية. استلم وحدة من الحماية الخاصة مرة ثانية عام 84 على اثر حدث معين وهو اختطاف الطائرة الأردنية في مطار بيروت، بامر من جلالة الملك حسين طيب الله ثراه للمرة الثانية. بالموقف هذا لما استلم زاروا جلالة سيدنا كان قائد من بريطانيا، طبعا أنا دخلت وحدة الحماية بال88 بعديه، كلنا أو كل اللي دربونا كانوا يقولون مقولة إله هو،
فكان من خطاب جلالة السيد لهم للمجموعة اللي هناك على أثر اختطاف طائرة إنه ليش تقبلوا يصير معانا هيك بطيراتنا برا وبناتنا برا، ليش تقبلوها؟ فوجه الحديث لعطوفة الباشا قالوا تفضل احكي. أول كلمة حكاها بحضور جلالة الملك حسين طيب الله ثراه قال اسمح لي يا مولاي أنا بدي أوجه حديثي للمنظومة والمجموعة التشتغل. أنا آسف إذا واقف قدامكم يعني إذا أحكي قدامه. قال له تفضل. قال أحكي لكم لازم تقوموا بواجباتكم على أكمل وجه، لكن رسالة للطاقم اللي موجود برا اللي راحت الطيارة منهم لا يجوا علينا هان، والله إذا يجوا لأرطمهم بالرشاش على سلم الطيارة. ليش؟ لأنه حس أنه فيه غبن صار. فلذلك شوف قديش الحرارة عند الشخص. هاي المواقف لازم يبرزها للناس مشان يعرفوها. عام 93 كلفوا المغفور له جلالة الملك حسين طيب الله ثراه بمرافقة سمو الأمير علي بن حسين خلال دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية. عام 96 عين محافظ لمحافظة البلقاء. خلال استلامه كعادته أن لا يقبل أن يعمل عمل يخالف المبادئ اللي تربى عليها، تربى بالمؤسسة العسكرية ومؤسسة الدولة الأردنية والتربية هاشمية. طلب منه بعض الشغلات على أثرها بكل رجولة واقتدار باجتماع بوزارة الداخلية قال أنا لن أعمل العمل هذا، أنا أقدم استقالتي وأروع داري. ألا يستحق أن نأتي لبيته العامر بحضور أقاربه وصحبه الكرام هذا المساء الطيب في إربد عروس الشمال، إربد العز والمجد التي خرجت العديد من القيادات سواء المدنية والعسكرية والتي تبوأت المناصب المهمة في الدولة الأردنية، ومكرمنا هذه الليلة من ضمنهم. يستحق أن نأتي لبيته العامر وأن نقوم بتكريمه باسم أكاديمية صرح السلام الدولية ممثلة برئيسها الدكتور محمد زاهي سلامة وسعادة السفير المستشار عبد الله العفيشات والسادة الأعضاء المحترمين مع حفظ الألقاب. وكعادتنا أن نأتي لشخص لبيت الشخص المكرم إحنا نأتي عليه. إن أكاديمية صرح السلام الدولية ممثلة برئيسها وأعضائها من مختلف مناطق المملكة ومن شتى الأصول والمنابت سائرون بخطى ثابتة ومتزنة نحو هدف سامي ونبيل وهو خدمة وطننا الغالي وجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ونسير خلفه بخطى ثابتة ولا نحيد عن الثوابت الوطنية ولا نحيد عن مرتكزات الأمن الوطني، متخذين شعار جلالة سيدنا المعظم وتستمر المسيرة. العميد الركن المتقاعد والنائب الأسبق ماجد العباب نقال نشكر أكاديمية صرح السلام الدولية لحقوق الإنسان على هذا التكريم للواء الركن المتقاعد ديب سليمان الحوراني الذي أعطى للوطن ويملك سيرة عسكرية عطرة مليئة بالمواقف المشرفة من قائد عسكري نعتز به وبما قدمه للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة. نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان على هذا اللقاء وعلى هذه الزيارة اللي فعلاً أثلجت صدورنا والتي أعطت للباشا جزء من ما قدم لهذا الوطن وهذا البلد. احنا تعاملنا وعشنا مع الباشا واحنا صغار وهو صغير وتربينا مع بعضنا البعض. حياة المدنية لا تختلف عن حياة العسكرية، بدأ وترارى بهذه الصفات اللي حكى فيها أخونا. هو موسوعة عسكرية وموسوعة اجتماعية، عاش هذه الفترة يخدم كل من يحتاج للخدمة، كان قريب من كل الناس، بيته كان ملفأ لكل من يحتاج إلى مساعدة. حقيقة خدم في القوات المسلحة وأنا خدمت في معيته في وحدة الأمن والحماية في 76. حقيقة كان لما ينسمع صوت ذيب باشا في الميدان المدنيين قبل العسكريين كان يأخذوا مواقف وكانوا يتخبوا عن وجهه عن طريقه لأنه كان دغري، ويا ويله اللي يقدم على شغلة مخالفة للنظام والقانون. خدم مدني وعسكري، والمدنية خدم في المفرق كمان محافظ بالإضافة للسلط. ظلوا أهل السلط يدعوه بكل مناسبة وأنا رافقته في أكثر من مناسبة إن الروح تكريم إله في السلط. هذا الكلام ما إجا من عبث، هذا الكلام إجا نتيجة
أفعال وأعمال. حقيقة أبو غازي قد ما نحكي عنه إحنا بنكون شهادتنا مجروحة لأنه إحنا أهله، لكن هذه الحقيقة اللي إحنا بنعرفها وهذه اللي تعاملنا معها فيها واللي تعامل معها كل المجتمع اللي موجود حولنا. في العسكرية كان الرجل الأول، خدم مع الشريف زيد بن شاكر في أدق وأحلك الظروف، خدم مع سمو الأمير حسن، خدم مع سمو الأمير علي، كان قائد الحرس الخاص لفترات، كان مدير الأمن العسكري، كان مرتين رجعوا له وحدة الأمن والحماية لأغراض وظروف خاصة. واللي انت غفلته، لا، راح على لبنان، راح على لبنان وهناك كانت الأمور مبهمة، لكن الحمد لله بكفاءته وبتوفيق من رب العالمين انه راح ورجع بالسلامة. المستشار الشيخ وليد الخضير قال: نشكر أكاديمية صرح السلامة الدولية لحقوق الإنسان والسفير عبد الله فيشات على هذا التكريم لهذا القائد العسكري الذي نعتز به وخدمته العسكرية الحافلة بالعطاء، ونحن في وطن العشيرة الواحدة وشيخها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. باسم أكاديمية صرح السلامة الدولية وباسم أخونا سعادة السفير نرحب بكم أجمل ترحيب، وبارك الله فيكم على حسن الضيافة والاستقبال لهذه الوجوه وهذه القامات الوطنية التي حضرت في هذا المجلس الطيب. نحن في هذا الوطن وطن الهاشميين والعشيرة الواحدة، عشيرة المملكة الأردنية الهاشمية التي نعتز بعشائرنا بكل أطرافها من شمالها إلى جنوبها. هذه العشائر ركائز هذا البلد وركائز هذه الأمة التي بنت قوام هذا البلد على العشائر الأردنية منذ العهد الثورة العربية الكبرى، وساندنا الهاشميين ببناء هذا الوطن وهذه الرجالات الذين يعني نفتخر بهم بسعادة أخونا سعادة الباشا إذياب ذيب الحوراني اللي هي القامة الوطنية التي سبقت في عهدنا، وكما سمعنا كثيرا وأنت في مكانك في الحرس وفي الجيش وفي الكذا، وسعادة أخونا الباشا ثلاج باشا، وما نقول إلا هذه الكلمات أمامكم، وأرجو أن تليق في مقامكم وأنتم أكبر من الكلمات، فرب كلمة أحيت أمة ورب كلمة هدمت أمة، وأنتم أكبر من الكلمات. حي رجال اللي لهم فعل الطيب، أهل الكرم والطيب والشهامة، واللي تخاف الله وتدري عن العيب وتدري من الزل وتدري الملامة، مثل صقور معقفات المخاليق دائما تعلى فوق رؤوس العدامة، ولاجوهم الضيفان يلقون ترحيب ولضيوفهم يقدمون الكرامة. نعم رجال اللي تعرف المواجيب، يلقى المعزة ضيفهم واحترامه، لا جاهم المحتاج خالي من الجيب، يدعي لهم من طيبهم بالسلامة، ومن قربهم تبرى الجروح المعاطيب، وفي شورهم ما تخشوهم الندامة. الشيخ منذر الهرش قال: سعداء بوجودنا في ديوان اللواء الركن المتقاعد ذيب سليمان الحوراني ومع أكاديمية صرح السلامة الدولية لحقوق الإنسان التي تكرم القامات الوطنية والعشائرية وتكرم الإنجاز والعطاء لهذا الوطن، وهذا يشكل حافز للعمل من أجل وطننا الأردن وقيادتنا الهاشمية الحكيمة. أحيي هذه القامة الأردنية الوفية الباشا اللواء الركن ذيب سليمان الحوراني كل الترحيب في منزله، واسمحوا لي أن أرحب بكم في منزلكم. أكاديمية صرح السلام الدولية لها الشكر بعد الله، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فأشكرهم كل الشكر في هذا البيت العامر والطيب كأهله، أشكرهم كل الشكر من خلال هذه الجلسة، وأشكر المعزب الطيب هذه القامة الوطنية المحب لوطنها ومليكها وولي عهدها. وقدم السفير عبد الله فيشات وأعضاء أكاديمية صرح السلامة الدولية لحقوق الإنسان
درع فرسان الإنسانية للواء الركن المتقاعد ذيب سليمان الحوراني تقديرا لتاريخه المشرف لخدمة الوطن وأبنائه وقيادته الهاشمية الحكيمة. خذيت راح اصور من قريب. اخذت خليك خليك.